السلام عليكم. طبعا يعطيكم ألف ألف عافية إخواني الأعزاء، أنا سعيد. طبعا حابب اليوم أتكلم عن قالب بلوجر ليفون. على ما أعتقد الجميع سمع في قالب ليفون. قالب ليفون بالنسبة إلي يعني قالب أنا صراحة مميز. ليش؟ في البداية قالب ليفون بيعرض إعلانات أدسنز، يعني الإعلانات بيعرضها بطريقة صحيحة، وفي نفس الوقت بيعطيك الإعلانات الغالية. القالب والله العظيم له علاقة بإعلانات أدسنز. تمام، أنا حابب إنه في البداية أفتح لك قالب، يعني هيك موقع. خليني مثلا أكتب أنا عشان مجالي الأساسي، خليني أتكلم عن التوحد الافتراضي، الفيشترال أوتوزيما. الفيشترال اوتيزم هذا بيعرض اعلانات ادسنس. طبعا هو قالب ليفون في الاصل، هذا هو. بس معلش يعني عشان النت ضعيف شوي عندي، بدنا نتحمل شوي بعض. هذا هو، اي اعلان ادسنس. تمام، طبعا شوية بس عشان النت. بس بسم الله الرحمن الرحيم، اي حمل معي. يلا يا ابن الناس، هذا هو القالب. انا عامل فيه الاقسام. تمام، وهذا طبعا للجوال بتبين. خلينا اخش مثلا على اي موضوع. هيدا فتح ان شاء الله الموضوع هذا. تمام، على فكرة تنسوش هذه، انا هذا كمان حتكلم معها عنها لقدام، لانه كتير مهمة القصص هذه، اللي هو من نحن والسياسة الخصوصية والقصص هاي التدوينة. تمام، المشكلة النت عندي ضعيف شوي، انتظر شوي على أساس يبين الإعلانات عندي. هذه كمان راح أتكلم عنها في موضوع مهم كتير، هذه الشغلة لأنه آلاف المتابعين بتجيب لك لاحقا. لو أنت طلعت هان هاي إعلان أدسنس معطيني ولا لا؟ هان في أول الموضوع في عندي إعلان أدسنس، تمام، وفي عندي لازم يكون في نص الموضوع هيو إعلان أدسنس، في نهاية الموضوع إعلان أدسنس متكامل. هذه ما بتتفاعلش إلا مع المقالات اللي تخطط 100 ألف 150 ألف مشاهدة، وهي الإعلانات اللي بتبين على الجنب، تمام، أو في الشريط الجانبي بنسميها. تمام يا جماعة، المهم انا بحبيت افتح الموقع هذا على اساس ابين الاعلانات والشغلات هذه. طيب تمام، في البداية طبعا انا بتمنى منكم يعني اذا بتحبوا تشتركوا في القناة وحسيتوا حالكم استفدتوا من الفيديو، فبتمنى يعني تضغط على الاشتراك وتفعل يعني زر الجرس على اساس انه تدعمونا، وعلى اساس كمان انه احنا نقدر كمان نقدم كل جديد. خلينا نبدأ في البداية. هذه هي المدونة اللي أنا بدي أشتغل عليها. عشان أنا أشتغل صح قبل ما أركب القالب، بدي أفهم إنه لازم يكون عندي شوية مواضيع على أساس أبين عندي شكل القالب. عشان هيك بدي أجي هان وبدي أكتب 400 تدوينة بلوجر. تمام، وهنا عملت بحث. طبعا هذه مدونة اسمها جوجل توينز، اتمنى طبعا تتابعوها. على فكرة نزل فيها شوية مسلسلات على اساس نظام عرض ومن هيك اشي، خليني افتح تشوفه من مسلسلات رمضان نفسها. طيب قبل ما تفتح، لو انت لاحظت هنا www.joker0od، هي نفس الموقع هاد، يعني انت طلع وين اجتني في اي ترتيب. طبعا هذا كمان له موضوع مخصص كيف انت تكون في المرتبة الاولى. على فكرة تغلبت على هذا نفسه، هذا شكله ناسخ، نسخ الموضوع والله شكله ناسخ. هو برضه في شهر 4، بس وين التاريخ الباقي؟ شكله نفس السيستم، نفس السيستم. طيب تمام، لقيت هذا مسلسل مثلا انا نزلته على قالب ليفون، وقدرت كمان هاي الحلقات تشتغل عليه. على فكرة مش يوتيوب، هذا موقع ايموشن فيديو. قدرت كمان كده اوصف لك اياه، حطيت حلقات هان بتبين معك، بس لو سرعة النت عندي كويسة بتلاقي الحلقة يوم زي هيك، حلقة واحد وحلقة اثنين وحلقة ثلاثة، بكتب لك اياهم بالتفصيل.
ايوه بيظهر مع كل اشي. طيب تمام، هلقيت احنا على اساس نبدأ ونكون عمليين. خلينا نغلق هذا ما بدناش اياه، خلينا نفتح هذه على اساس ننزل شوية مواضيع انه ونقدر نركب القالب. طبعا انا حطول في الحلقة هذه على اساس اوضح كل اشي بالتفصيل، لازم اشرح كل اشي عشان ما تضلكش تتابع حلقة وتنتين وتلاتة مع الناس، لانه والله العظيم اغلب الناس بتكذب، بتحب بس تعمل فيديوهات وخلاص. انا يمكن حضرت لي حوالي اذا حركت 100 فيديو لما فهمت هذه القصص كلها. خليني احمل 50 مقال تنزيل من هنا. ياس داونلود. تمام، هاي حمل معي. طيب تمام، هاي فتح، هاي فتح معي. خليني اضغط اكستريس هير، يعني مش ما تكون هاي قص استخراج يعني، وهنا حطيتها اللصق. تمام، وهي قلت هذا بدناش اياه، خلصنا منه. وين المدونة اللي بدي اشتغل عليها؟ طبعا تنسوش الاشتراك في القناة، خلينا نغلقها. هذه هي المدونة اللي انا بحابب اشتغل عليها. هلقيت انت لما فتحت المدونة تبعتك بدك تخش على كلمة الاعدادات. من كلمة الاعدادات في عندك كلمة اخرى تضغط عليها واعمل استيراد المحتوى. تمام، انا لست روبوت، اضغط هان. تمام، استنى عبال ما يديك الصح على اساس تقدر تحمل. سيارات، سيارات يا عمي، هايهم. يس تمام، استرد من جهاز الكمبيوتر هاي 50 ملف. استنى لك نص دقيقة او دقيقة عبال ما يخلص احمل. طيب تمام، تنسوش تحمله. انا حطيت شوية مواضيع هان، في عندك 50 مقال، وفي عندك 100، وفي عندك 250، وضفت كمان 205 مقال زيادة. تمام، وضفت لك كان 712 تدوينة جاهزة للنشر، بس هذه لغة إنجليزية. طيب تمام، بنصحكم المقالات هذه بس تجريبية بدها تكون. اوعك اوعك تفكر انك يعني تتوقع انه حتنزل على جوجل تتأرشف، مستحيل، لانه هذه الاف الناس ناسخينها اصلا. وصلت يا جماعة كيف؟ طيب ما لسه ما خلصش، بده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قالب ليفون، الرابط موجود في قوالب ليفون. انا القالب هيو هو هذا، طبعا هحطه انا في الوصف تبع الفيديو على اساس تقدر تحمل الملفات اللازمة منه او العدنا حنحملها. تمام، هاي منزله. تمام، ما دام نزل المواضيع بدأ يتغير الشكل المدونة معي شوي. لو انت لاحظت هيني فتحت، طلع كيف صارت معي. ايش هاد؟ يا الله، هذه مدونة وقعتنا وقعة هيك. خلينا نغلقها. طيب تمام، نخش على التخطيط. دخلنا على التخطيط. لو كان في عندك قالب قديم اضغط نسخ احتياطي. تمام، واعمل تنزيل، بينزل معك النسخة اللي انت القديمة يعني، وانت كأنك حفظتها، بتكون نزلت عندك على الجهاز. هذه هي، طبعا انت مش لازمك، عشان انا مش لازماني، خليني الغي احسن، مش لازماني. طيب تمام، لقيت قالب ليفون اللي انا بدي احط لك اياه في الوصف، تدخل عليه زي ما انا بعمل بالضبط. النسخة هذه انظف نسخة نزلتها في حياتي. طبعا اخويا وحبيبي تيجو من قناة تيجو، انا اخذت منه النسخة هذه لانه صراحة عجبني شغله. نضغط تحميل، ضغط التحميل من هان بفتح معي مباشرة، لا في اعلانات روابط ولا من هاي القصص لانه ما بنحبها. تنزيل. تمام، هاي بده ينزل معي، هاي داونلود، هاي حمل. نخش هان نعمل خلصنا طبعا من هذا الملف. احنا خلينا ننزله، نزيله، وهي هادي افتح لي هاد، انزل لي شوي. ايش هان؟ هاي اغلاق هاد. لا خلصنا من هاد وخلصنا من هاد، وهات حملنا منه. تعديل HTML في القالب، بنضغط، بدنا نعلم على الكل ونعمل حذف. تمام، بعد ما عملنا حذف عشان ننظف القالب، بننسخ الكود تبع التنظيف، بنعلم على كترل زائد ايه، وهي نسخ، بنلصق هان. اعمل حفظ، عملنا، اعمل فتح هان. او ماي جاد، هيك تمام التمام. طيب تمام، الخطوة اللي بعد هيك، بعد ما خلصنا من هاد، بدنا ندخل على قالب الجوكر ليفون، بنضغط
كترل زائد ايه ونسخ، تمام، ويا بنضغط كترل زائد اف بعد ما نحدد، يا لصق، اي لصق، تثبيت او حفظ. بسم الله، ناخذ بس شوي، بنستنى قبل ما يخلص هان يثبت لك انه حفظ، بتغير شكلها شوية، بصير غامق اللون معك. تمام يا جماعة، بسم الله، خليها تحفظ على مهل مهلها. هذا هو الشكل طبعا اللي حيدينا اياه، الشكل فخم، القالب جد للأمانة بالنسبة إلي مميز، أنا بستخدمه في أغلب مدوناتي. هيو حفظ، صارت غامقة. خلينا نغلق هذه، هاي دخلنا من هان. لو أنت طلعت إيش أعطاك؟ أعطانا قالب محترم. بس المشكلة الوقت، الأقسام بدنا نبدلها، وفي عندك أقسام هان لازم تحطها، وفي عندك كمان تحت لازم تحطها، إلك قصص. خلينا في البداية نخش على تدوينة، ايش بدي ادينا، كيف شكلها بده يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل 50%. حلو، على فكرة انا ضفت مواضيع ذات الصلة، هي جاهزة، هم هدول، تمام، هو بضيف لك حسب التسمية. طيب هجيتها، احنا عملنا حفظ. خلينا نخش يا جماعة على التخطيط في البداية، واتكلم عنهم واحدة واحدة بكون احسن. اول شغلة عندك الصفحات، قبل الصفحات حتى في عندك اعدادات القالب، سيبها زي ما هي وما تلعبش فيها نهائي، مش لازمك. اضغط الصفحات، تمام، في عندي اتصل بنا من نحن سياسة خصوصية، هذول راح اتكلم عنهم في موضوع لحالهم، هحط كامل الاكواد طبعا موجودين في المدونة، بس لقدام راح اشرحهم في فيديو. هاي حفظ، خلصنا منهم، تمام. مواقع التواصل الاجتماعي بدك تعدل تعديل، يوتيوب، خلينا ندخل على القناة تبعتنا، ايش اسمها، الشفاء، لا الجوجل توينز، هذه هي، لا جوجل توينز، مش مشكلة. وين القناة؟ وين حرف الزه؟ طيب تمام، هل قد ببحث انه هو عنها؟ نفترض عشان النت عند، هي فتحت. يلا يا ابن الناس، بناخد رابط القناة، هيدا هو، تمام، هي اغلاق، خلاص خلاص يخلف عليك، تمام، وهي بدلنا وحطينا، بنعمل حفظ، بتحط الرابط اللي بدك اياه هان، وبتعمل حفظ، هاي حفظ كلي، خلصنا من الموضوع هاد. هجيت ندخل هان على الوحدات هذه، هذا اللي هو عنوان المدونة، وهنا بنكتب وصف المدونة، تمام، وهنا الصورة اللي انت بدك تعملها للمدونة. الصورة سهلة يعني، مش هالتصميم، خليني اتكلم عنها بس ببساطة. خليني اخذ الصورة هذه كأنه هي تبعت القالب اللي بدي استغلها، هاي حفظ، تمام، وهي اغلاق من هان. ندخل على الفوتوشوب، دخلنا عليه، نظام محايلة القصة، بسهولة بتقدر تعملها بس بدك ذرة عقل. هاي اغلاق، تمام، تعالي، هاي حطناها هان، تمام، بنمسح الداتا، هاي مسحتها اوتوماتيك لحاله، ما زبطش معك وما راحش، العصا السحرية في الممسح استخدم، بضيع لك كل الهدف، بخلي لك اياها شفافة، يعني ما فيش خوف من الناحية، سهلة، تمام. خلصنا منها، اي مثلا جوجل توينز، تمام، ايش انا اللي سويته، حذفتها، مش مشكلة، بعيدة تاني، انا اخذت هذا وحطيتها هان، هاي حذف، تمام، باخذ جوجل توينز زادي، تمام، بضغط على المربع بعد مقص، بضغط تحرير الكل، تمام، هاي عشان ابين معي، وهي تعالي هان، ايوه هيك حلو، او ماي جاد، ايوه هيك ممتاز، جوجل توينز، ها هاي حفظ. باجي باخذ كلمتين عنوان المدونة، ها طبعا انا عشان جوجل توينز هي العنوان،
باجي مثلا بكتب، مثلا بدي اكتب عالم التقنية، عالم التقنية، خلصت كتبت، بدي العب فيها واعدلها. ها التحرير، تعالي مثلا انا بقول ابسط اشي الكلام هذا، طبعا هو في تصاميم حلوة واحترافية، بس انا هيك بسهل عليك يعني. شوف لك خط هيك حلو مناسب، لا هذا مش حيفهموها نهائي، بس خليها مثلا احنا نقول تمام هيك مثلا عجبتك. هاي عالم تقنية تمام، وهي هيك انسب بشوي بتكون، وبتيجي بتضغط، خلينا نفترض هيك، هاي بتضغط حفظ، لما بدك تحفظ تحفظ ايش؟ بي ان جي حفظ، يس خلص مع الف سلامة. وين الصورة اللي حفظتها؟ هي هذه ايش بدك تسوي فيها؟ ايش اسم المدونة تبعتك بالعربي؟ جوجل توينز، دير بالك تركز على فكرة، اغلبهم ما بكتبه زي هيك مع انه غلط الاشي هذا، بدي اسم تاني، خلي اسم اللوجو دايما باسم مدونتك. وبتيجي يا سيدي العزيز تمام، بتعلم وبتحفظ مباشرة تمام يا اخو. خلينا نحفظ نشوف، هاي حفظ، ايوه من هان، اسف على الصوت، في عندي اصوات قوية شوي. هاي جوجل توينز، يلا يا ابن الناس، ايوه طبعا هنا بتكتب وصف كويس عليه العين، مناسب يعني للمدونة مش اشي تاني، انا عشان محتواي يعني الاوتزم بتكلم فيه عادي يعني، الوصف مناسب الي. طيب تمام، ايوه عملها، هاي بضغط حفظ. لو انت اجيت تعمل عرض للمدونة طلع كويس، هذه تيجي معك بالشكل اللي انت عملته اللي هو اللوجو. يفضل دايما صورة احسن لك من كلام. هيا فتحت من تاني، بسم الله. اوه هذه هي جوجل توينز، طبعا بتحط، انا بقدر احط الصورة الونها 100%، 100 شغلة تعمل مع الالوان هذه، كمان بتقدر تبدلها وتغير فيها كيف ما بدك. طيب تمام، من عندي هان، هذه لإعلان أدسنس، طبعا احنا شوية وبنتكلم عنها، سيبونا من هالوقت. القائمة الرئيسية هذه بنضغط تعديل، القائمة الرئيسية بتقدر تعمل عنوان تمام، مثلا زي كلمة بلوجر هذه، وأحط أسفرها من هان، أسفرها يعني أحط السلم، وأضغط أوكي، وأجي أضغط هان شرطة، مثلا أكتب مواقع، مثلا نفترض افتراض كأني حاطط رابط هان تمام، باجي بنزله لتحت ليجي تحتيها. استنى خلينا نشوف الكود هيك صح. يلا يا زكي، النت عندي جد يعني صعب، صعب الوضع، في خلينا نشوف بس الوقت زبطت ولا لا. لا معناته في عندي غلطة في الشرطة اللي أنا حطيتها، لازم أحطها هي هاد بدها تيجي، لا مش هادي، هادي بدها تكون هيك، أيوة لتحت الطويلة، هاي هذا حفظ، اضغط هالوقت، يلا يا عمو، هاي حفظ، اضغط هالوقت هان، ليش طيب؟ ليش طيب؟ لا لازم تزبط، هي هيك بدها أصلا. زابطة والله، أنا آسف، هي الصغيرة هي تقدر. المهم أنا أصلا حطيتها الصغيرة من البداية، بس عشان ما بينتش معي، عشان أنا قطع عرض النت، هي شرطة صغيرة، تقدر تعمل 100 كلمة إن شاء الله يكون تحت كلمة بلوجر يظهر مباشرة. بس أنا بدي أنصحكم نصيحة،
الأقسام الفرعية تعملهاش، بتلزمكاش من أصله. ليش؟ الأقسام الفرعية بتتجل عندك الموقع بشكل مش طبيعي، أنت مش بحاجتها. نصيحة مني، خلي موقعك دايما في حدود خمس ست أقسام أساسية يكون فيه، بس مش حيلزمك أكتر من هيك. لأنه المتصفح اللي بده يجي الزائر، يعني لما بده يتصفح موقعك، مش حيضطر إنه يدخل على أقسام أصلا، مش حيفتش فيهم. لهيك خلي حالك محدود، سمي اعمل قد ما بدك تسميات. تسميات اللي هو انا قصدي فيها هي هذه، هاي التسمية. طلع كم تسمية فيه موجود، لكن مش معنى انه موجود تسميات كثيرة انه محطوط اقسام كثيرة. انا مش حاطط في موقعي الاساسي. وصلت كيف الفكرة؟ طيب تمام. هالوقت انا كتبت كبشة مقالاتهم، بدي اعمل تسميات لهم. طبعا انا نفترض عملت التسميات. كيف عملت التسميات؟ باجي بقى اعلم مثلا على تدوينة هذه والتدوينة هذه والتدوينة هذه، وباجي بقى اسميهم مثلا، خليني اعمل تصنيف جديد، مثلا بدي اسميهم بلوجر. زين، بضغط حفظ. هيك انضاف، حينضاف، هيو بنضافان في يوم الثلاثاء تنضاف كلمة بلوجر، يعني خلاص نزلت انت هيك تسمية جديدة اسمها بلوجر. وصلت كيف؟ هيا نزلت هان، وهيا نزلت، وهيا نزلت. خلصنا من التسميات. طيب ايش فايدة التسميات؟ فايدة التسميات انه بربط المواضيع، عدة مواضيع بيديهم اسم معين. زين، طيب ايش الفايدة بالنسبة لنا هان للاقسام؟ بالنسبة للاقسام، خلينا نفترض انه، ثواني بس، هين بدي افتحهم زي ما انا هيك فتحتهم كلهم. طيب ايش بدي اسوي؟ تعال على التسميات. من التسميات هدول، مين اهم اشي بالنسبة الك انت؟ في عندك مثلا كلمة شرحات، كلمة شرحات أساسية. تعالي خليني أكتب لك هان. الشرحات. تمام، طلع إيش سويت؟ نسخت أنا الكلمة، باجي بضغط عليها. وينها؟ هي هذه، بضغط عليها، طلع كويس. إيش بكتب لي فوق هان؟ بيديني عنوان اسم الشرحات والأقسام تبعته. نفترض إنه هذا أقسام، أي نسخ. وين أحطها؟ أي شايف السلم اللي أنا عملته تو، في حط الرابط، هاي حفظ. طيب بدنا قسم كمان تاني، مين في عندي؟ الأخبار. يلا الأخبار. نسخت الهاد الاسم، بطلع هان بحط كلمة أخبار، أيوة، وتحتيها بنسخ الرابط وبحطه، انسخه كله، أيوة هيك تمام، ولصق تمام، وهي حفظ. مين كمان؟ مين عنده غير الأخبار؟ يلا يا نت. الإنترنت هات لي يا. يلا بسم الله. هاي الإنترنت، تمام. هاي هان مثلا. لا وين انت؟ هاي النسخ، باجي بلصقها هان تحتيها، اللي هو عنوان يو ار ال، اي حفظ. مين كمان بدي؟ خلينا ناخذهم الخمسة كلهم. نصائح وتوجيهات، هذه حلوة والله. بس انا قبل ما تتبدل معي، بين بس العنوان، معلش انا اسف على موضوع النت هذا، قبل ما احسنه شوي ان شاء الله. هاي النصائح، باجي بنسخ الكلمة نصائح، ولا لا مش مشكلة، هاتها هاتها تمام. وينها؟ احطها هان. لا انت نسختها الرابط هيك. طب الف هاد نسخ، هيني اخذتهم، وهيك هاي لصق حفظ، وكمان هان حفظ، وهي حفظ هان. هيك ممتاز كتير. انا هيك اتحليت اصلا مشكلة الاقسام. بضغط حفظ، استنى نغلق هاد على اساس يحفظ هاد معي. يلا، يعني على فكرة الكل فينا اصلا على ما اعتقد بيشتكي من قصة الانترنت. يعني حتى قصدي لو الانترنت عندك بطيء، بتقدر انك تشتغل وتنجز. اللي بده يشتغل بيشتغل. يلا يا ابن الناس، بسم الله.
طيب تمام، بنضغط حفظ، بيحفظ معنا، وبنفتح التدوينة. تمام، هالوقت هنا بدنا نفتح التدوينة إن شاء الله، وعلى أساس نشوف كيف شو اللي صار معنا. طيب تمام، فتحت التدوينة معنا. هاي في عندي شروحات، وفي عندي إنترنت وأخبار ونصائح التوجيهات الأقسام اللي أنا عملته متى. وصلت كيف الفكرة؟ هيك أنا خلصت من موضوع القائمة الرئيسية، طبعا ملحوظة إلكو، وهذه يعني أنا حبيت أقدمها بزيادة. لو أنت طلعت القائمة الرئيسية ثابتة، أنا خليتها ثابتة، لو وين ما نزلت راح تلاقيها في وجهك ثابتة. تمام، وهذه المميزة مهمة كتير لتزيد أرباحك في أدسنس، لهيك أنا خليت لك إياها. طيب تمام، خلصنا منها، بنخش على آخر الأخبار. كلمة ريزنت بس تكون مكتوبة، تمام، عشان الأخبار العداد اللي بيظهر معك يضلوا إيش يمشي فيه الأخبار. مين كمان؟ الواجهة، الصور المصغرة للمنشورات تبعتك. حفظ، كلمة ريزنت هي كمان، بتضغط حفظ. تمام، هيك ببين عندك هاد وهاد. تمام، هاي عمل حفظ، بعمل ريفرش تحديث، هيك ببين معي الجهتين. هاي فتح جهة التحميل، وهي آخر الأخبار، بس تحمل شوية على ما يحمل عن مهله. خلينا نتكلم في الجديد. ماشي ماشي، خليها بس تخلص. خلينا نشوفها. طيب بسم الله، هي اشتغلت معي، شايف محلاها، وهي فوق الاخبار. بس انا بانصحك هذه تقيله كتير، تاخذ من سرعه الموقع بشكل مش طبيعي، عن جد بتقلو. لهيك انا بانصحك تدخل عليها، هي كلمه ريزنت زي هذه، كلمه ريزنت يعني تحديث مش لازمك. تمام، هاي قص، هاي حفظ، هيك احسن الك للموقع. طيب تمام، هيك الاقسام اللي انا معلم لك اياها هان البيضه بدنا نبدلها بأقسام حقيقية. مثلا مين في عندي، خلينا نشوف لك مثلا كلمة ربح من الإنترنت. خليها بس تفتح، فتحت معي، انسخها بس الكلمة، نسختها، هيات نسخ. قبل ما تفتح على ما المهلة بندخلها، تركز كويس في اللي بحكي. انت تبدلش ولا اي حاجة في الأقسام من ناحية الشكل، يعني هذه كلمة الكوفر سيبها ليعرض لك بالشكل اللي أنا عامله أحلى لك. هاي كلمة ربح من الإنترنت، تمام، هي طبعا بتكون هان، أنت بتضغط التصنيفات المحددة وبتعمل تعديل، زين، بتضغط لا شيء، وبتيجي على نفس الكلمة. وين نفس الكلمة موجودة؟ كلمة قلنا ربح من الإنترنت، وينها؟ يا عم هيا هي هي، فيش لها المشكلة. مقالات، خلينا نختار كلمة مقالات وخلاص. تمام، على أساس إنه فيها 8 ببين الشكل. تمام، هيا تمام، بدنا نكتب مقالات، خلصنا منها. هاي حفظ، هيك أحسن. تمام، طيب تمام، هي عملنا الحفظ إلها، أصبحت عندي مقالات. تمام، أنا بنصحك تزودش يعني كتير زيادة عن اللازم، في عندي أنا هنا كتير أقسام، أنا هذه كلها بدي أحذفها. تمام، هاي هذه حذف، وهي هذه حذف، متلزمنيش، زين، بس هذول التنتين أنا بنصحك تخليهم كتير حلوة. طيب تمام، مين في عندي؟ مثلا خلينا نقول بلوجر، بناخذ الكلمة هي نسخ. تمام، بندخل مكان الهات، هي أول واحدة، هذه تمسحش كلمة سلايدد، خليها. تمام، هي لصق، وبتعمل تعديل من هان لا شيء. وين كلمة بلوجر موجودة؟ علم عليها هيك ألف. مين كمان؟ خلينا ناخذ واحدة تانية، خلينا نقول مثلا اندرويد مثلا. تمام، بننسخ، بندخل في المكان نفسه، هي هذه الثانية،
اللي هو شريحة بلوجر، بدنا نغيرها لكلمة اندرويد، تمام؟ وهي تعديل، وين كلمة اندرويد؟ هيها مفيش فيها مشكلة كتير، مقالات مش مشكلة خلاص. طيب تمام، خلينا نعمل نضغط على الصفحة الرئيسية اللي تفتح معنا. طلع كويس، هاي المقالات اللي احنا عملناها بينت معنا، وهي القائمة الرئيسية هذه، وهي بلوجر اللي تو عملناها، وهي الاندرويد. هيك شكل المدونة فخم كتير ممتاز. تمام، خلصنا منها تقريبا، خلصنا اغلب المواضيع يعني. طيب ركزوا معي هالوقت، هنا مشاركة مميزة والشائعة والتسميات والشغلات هذه، هذا كله يعني سهل، بس البريد الإلكتروني لازم تفتحها وتضغط حفظ تاني، عشان مش حتنزل معك لما أول ما تنزل القالب. إعلان الأرشيف، إعلان أدسنس مالناش دعوة فيها قد. طيب بس ركز على الإعلانات الثلاثة هدول، الإعلان الأول هذا تركز فيه كويس، أنا حاطط لك هون رابط فيه، تمام؟ موجود أنا رابط قناتي، الاي دي تبع القناة تبعتي، تمسح هذا الكود وبتحط رابط القناة تبعتك وبتضغط حفظ. طيب ليش، ايش الفايدة؟ الفايدة لما انا ادخل على اي تدوينة الك راح يظهر معك رابط القناة تبعتك هم، وهذا هو الاشي لصالحك، هاي يظهر. وصلت كيف الفكرة؟ على اساس تستفيد من قسط المشتركين. طب طب هذا مكان اعلان ادسنس، بقول لك مكان اعلان ادسنس، انا هيك هيك اصلا بديش اخليك تستغله لاعلان ادسنس، لان انا محلل القصه هذه. طيب اعلان من وسط المقال بدك تحط فيه اعلان ادسنس، لكن الاول والاخير اوعك تحط فيهم زي ما بقول لك، تمام اصحابي؟ ليش انا عاملهم مكان تاني؟ هدول عشان نستغلهم في الترويج إنا احنا، تمام؟ طيب هيك تقريبا خلصنا شوي، خلصنا قالب، خلصنا التخطيط. ندخل على المظهر، تمام؟ انا دخلنا، بسم الله، بدنا نتكلم عن اعلانات ادسنس وشوية شغلات خفيفة. هلقيت القالب اللي تنساش في عندك هنا، الميتا كونتنت هذه، الديسكريبشن هذه تكتب الوصف تبع المدونة تبعتك انت. في عندك كمان هان الميتا الكي ووردز، كلمات المفتاحية. طب انا من وين بدي اجيب كلمات مفتاحية لموقعي؟ خلينا انا بدك تشغل هذا الرابط، هيك شغلته، تمام؟ واكتب اسم المدونة تبعتك او وصف بسيط عنها، مثلا انا مدونتي الربح من الانترنت. خلصنا يا عم، بحس كم كلمة اداني اهم كلمات عليها بحث سواء في يوتيوب او جوجل. خلاص يخلف عليك، اخذت الكلمات وبنسخ الرابط هاد، طبعا بنسخه عندي على شو اسمه ملف تكست وبعدل. وصلت الفكرة كيف؟ واللي انت عملته هان في الكيوردز بدك تنسخه تحت، وين تحت؟ هان وين الكيوردز كمان هان بدك تحطه، هاي اللصق. وصلت كيف؟ بتضغط حفظ. طيب تمام، في عندك اذا كان الفيسبوك بدك تحط الفيسبوك اي دي هات تبعون الفيس تبع الصفحة تبع التطبيق، اسف، الفيس والصفحة كمان هن نفس السيستم. هنا بدك تحط التطبيق والصفحة، اسف، هن الروابط تبع الصفحة الشخصية وصفحة الفيس. ايش كمان في عندك تبعت الدولة، هذه اوعك تنساها، لازم تكتب الدولة على اساس لما تيجي تعمل فحص في السيو، تيجي تعمل فحص وين السيو، مش موجود بشوف عندي لسه، انا منزل كنت بس مش مبين معي، بعتذر عن الشغلة هاد. المهم لما تكون نازل الاليكسا تفحص عليه ببين معك عادي. طيب تمام، بعد هيك ايش اللي بدنا اياه؟ خلصنا من النقطة هذه 100%، تمام. مين في عندي هالوقت؟ خلينا بس نضب هدولا، تمام، ونضب هذه. ألف ستايل، يس، هاي هادي، هاي هادي، وهاي هادي ضبناها، هاي هادي، هيك فتحها. طيب تمام، المهم بدنا ننزل احنا كمان شوية. لو انت لاحظت، لا مش عن كلمة جوجل اناليتكس اللي انا كتبها هم،
هذه بتطلع بتجيب الكود انا حتكلم عنه لقدام تبع جوجل اناليتكس، بتلصقه هن له موضوع ان شاء الله راح اسجله. تمام، هدول تلعبوش فيهم، هدول بسرعة المدونة انا حطتهم وقاصد انا احطهم، انا عملتهم. قائمة رابط كمان تلعبش فيها، خلاص مش الك، هي تخليها بتلزم. ايش كمان؟ خلاص فيش اشي انا حاطط هان، بننزل تحت. تمام، دربالك فتش المدونة صح، بتنزل تحت. نزلنا تثبيت القائمة الرئيسية اللي انا حكيت عنها، القائمة بضل ثابتة وين ما تروح في المدونة. هان بتحط، لو عملت في شو اسمه السنجل البرنامج هاد الموقع هاد، ايوان هو هذا وان سنجل، لو عملت حساب فيه الاشعارات تبع الاشعارات قصدي، بتحط الكود تبعه هان. تمام، ايش بضل عنا؟ بضل عنا كلمة الاعلانات تبعت ادسنس، الاعلانات تبعت ادسنس عشان اريحك انا واعملها بسهولة. الوقت بتيجي على القائمة الرئيسية هذه. تمام، ايش اسم مدونتك؟ اسم مدونتي مثلا مثلا نهت. طيب تمام، بخش على حسب الوحدة الإعلانية هذه سوريا، بضغط عليها بكتب هيت، وبكتب بدل 3 خليها رقم 1 عشان أحفظ الترتيب، وبتأكد إنه متجاوبة، بضغط إنشاء. بضغط إنشاء راح يديني إيش؟ كود، بنسخ الكود. تمام، الكود بحطه في مكانه المناسب. خلصت من 1 بضغط حفظ، الثانية نفس السيستم. وين الثانية بدك تضيفها؟ بدك تضيف عن كمان إعلان بيطلع بيدك في المشاركات الجانبية حقك، بس تزودش عن 1. بتكتب هان نفس السيستم، إعلانات صغيرة بتسميه الهيت، والرقم 2 اسم المدونة، والرقم 2 رقم 3 زي هيك بالترتيب عشان ما تنساهم، مش تضل حافظهم. تمام، الاعلان اللي في نص المدونة تعمل له اعلان. طب الاعلان الاول والاخير قلنا بنخش على المظهر. تمام، تعديل HTML، بسم الله، هاي تعديل اتش، بنضغط كنترول او اف. خلينا نكتب كلمة اعلان، ضغطنا. لو انت لاحظت انا واضع لك شوية شغلات هان، طلع علي ركز كويس، اعلان اعلى المواضيع واعلان اسفل المواضيع. الاعلان تبع اعلى المواضيع شايف ايش كتب لك تحتيها؟ امسح وضع الاعلان هنا، يعني هذا علمه. تمام، زيله، ايوه، وبتحط هان بتلصق الاعلان الجديد. زين، ونفس السيستم تحت بتضغط هان، اسف، ايوه، بتنزل مسطرة وتخلي النقطة الفراغ هذا، وبتلصق فيه الاعلان الثاني. طبعا بتكون مطلع كل واحدة منها اعلان صور جديد. زين، بس هيكون الموضوع هيك، خلصنا تقريبا 90% من حلقتنا. بس في كمان شغلة مهمة لازم اوضحها، المدونة او قالب الليفون مناسب طبعا مع الجوالات، مناسب 100%. طبعا انا حابب اقيس السرعة تبعته، انا معطل، ثواني، معطل السرعة تبعته من هان، مش هيشتغل معي، بس بدي افحصه على جوجل كروم بكون احسن. فثواني اشغل البرنامج، هحط رابط هان، هيشتغل معي قص اي اغلاق. بدي اخش على هان، خلينا نفحصه ونشوف. بسم الله، لصق. لو انت لاحظت السرعة يا ترى تبعته ضعيفة ولا قوية؟ موضوع صعب هيك، خلينا نشوف احسن بكون، اكيد حيبين معي. معقول قوية؟ اي بدأ يفحص، وقعتنا وقع هيك. طيب قبل ما يفحص هيك، بكون شكل المدونة تبعتنا بين بعد ما خلصنا نعمل الاعدادات كامل 100%، يعني بشكل حلو مميز. طبعا عشان حطينا الاعلان تبع ادسنس بينت هذه بالعارضة بشكل عريض مستطيل. تمام، وهي الاقسام بينت معنا، وهذه عشان ضغطنا عليها من جديد وعملنا حفظ بين البريد الالكتروني معنا. كمان تقدر تضيفها مواقع التواصل الاجتماعي من التخطيط.
من التخطيط. هاي مواقع التواصل بتقدر تضيفهم، هان ايش ما بدك تضيف بتضيف، بس سبب بلزمكش خلي المدونة سريعة احسن لك. قديش عندي الجوال سرعته 53%، قديش سرعة سطح المكتب اللهم صل على سيدنا محمد 94%. على فكرة القالب والله العظيم ما في اخطاء، ولو في اخطاء كان انا اصلا نفسي ما بستخدموش في مدونتين. في اول الفيديو انا فتحت موقع، وهي في اخر الفيديو بدي افتح موقع تاني، تمام؟ بس انا اسف يعني انا بتكلم عن مجال التوحد، لهيك مضطر ما افتحه عن التوحد، لانه حارب التوحد بالحب والاطاعة. بحث مزار اوزستك منها نادي التليجرام التيك تيك، وهي اللينكستا ايش هاد، هي هادي افتح، تمام؟ هاي هاد لانه حارب التوحد، تمام؟ بسم الله. هاي القائمة طلع كيف بتبدل الشكل اللون فيها. خلي بس الاعلان التصغر يحمل، ظهر الاعلان لتحت، شايف كيف بيجيك الاعلان فخم. هاي كمان الاعلان الثاني العب، هاي كمان اعلان بين المواضيع، وهاد ايش بدنا احلى من هيك، تمام يا جماعة؟ هاي كمان اعلان عندك كان، وهي كمان الاعلان هاد وبين المواضيع ومنها قصص هادي. اتمنى طبعا انه تكون الحلقة هادي افادتكم، وانا اسف كتير لاني طولت في الحلقة، لكن الله العظيم في نية اني افيدكم. بتمنى يعني انه يكون الفيديو ان شاء الله فاتكم 100%. القالب وقالب التنظيف كل هذا حيكون عندكم في الوصف، بس بتمنى منكم يعني ما تنسوا انكم تشتركوا في القناة وتدعمونا. شكرا لكم، الله يعطيكم الف الف عافية. السلام عليكم يا إخوان.